لجميع أخطاء الشيوخ الذين يدعون الروحانية والعلاج بالقرآن، وهم غير أهل ثقة لذلك. تنوه النقابة الروحانية المغربية جميع المواطنين من التعامل مع أي شيخ خارج هذه النقابة المغربية. كونوا على ثقة تامة مع أفضل الشيوخ الروحانيين داخل النقابة الروحانية المغربية، مع الشيخ محمد الفزاز المغربي، والشيخ حسن الكتاني المغربي، والشيخ عبد الواحد المغربي، والشيخة أم داود المغربية، فهم أفضل شيوخ المغرب، ولأنهم الأفضل فقد تم إعطائهم شهادة من نقابتنا الروحانية المغربية، والسماح لهم بالعلاج الروحاني من جميع الأسحار والمشاكل الزوجية والتجارية والأسرية وأسبابها، وأيضا لعلاج كافة الأمراض المستعصية مثل مرض القنصر وسرطان الدم. ونتميز ونختلف عن الآخرين بقوة علمنا الروحاني، ولأن لدينا أفضل شيوخ المغرب، ولدينا أفضل شيوخ العالم لعلاج أخطاء الشيوخ الآخرين الذين لا يمتلكون الخبرة والكفاءة في عالم الروحانيات. فكونوا معنا دائما، لأننا أهل خبرة وثقة في علاج المس والرعشة والسحر والسحر المتجدد والمرشوش والمأكول والمشروب والمدفون والمعلق والسفلى والوسواس القهري والضعف الجنسي والطلاق وأسبابه وفشل الزواج المتكرر والمشاكل الزوجية والأسرية والعاطفية والتجارية وأسبابها، وأيضا تفسير الأحلام والرؤى. النقابة الروحانية المغربية، حل مشكلتك معانا وانت مطمن وفي سرية تامة والكشف مجانا. للاتصال 031-29-31-8 أو 010-630-75-25-6 أو رقم 012-125-035-04. النقابة الروحانية المغربية.